السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله. مش بس لقطات اللي بريحن النفسية، لا غلطان انت. يعني اذا فكرت اني حطيت لك كم منصورة عن القطة انه يعني هن لقطات بس اللي بريحن النفسية، لا مش بس لقطات، في شغلات كثير تريحن النفسية، بس اللقطات جزء منها جزء. في ناس قالوا بأحمد فكنا من لقطاتك ومن سوالفك. يزمها هي منوعات 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 في كل المجالات. احنا بنسولف بالامور الحياتيه، مش لقطات، جزء من الحياه، جزء من الحياه بنسولف عنهم. وفي عندك الان مثلا مشاكل طالعه بالاردن، مشاكل الكلاب الضاله، الكلاب واللي بتهجم على الناس واللي بتنهش طفل، واللي يعني لازم يلاقولها حل. مظبوط ولا لا؟ يعني الرفق بالحيوان صحيح ضروري ومهم 100%، بس في عندك مشكلة بالأردن مثلا شغلة الكلاب هاي لازم تلاقي لها حل. احنا ما بنقول لك تأذيهن، بس لاقي لهم حل، حطهن بملجأ يا أخي، حطهن زي هون بعملوا ملاجئ دور رعاية للقطاط، وعمل دور رعاية للكلاب. ما دام انت مش طاخن ومعك حق، أنا ضد إنك تطخ الكلاب، لاقي لهن سلافة. أما تتركن هيش على الناس، مرة بتنهش واحد ومرة بتقتل واحد ومرة بتقتل طفل، ما بزبط. يعني مش عامل إشي أنت، بتقول إيه ما هي القوانين الدولية ومش عارف شو، ممنوع نضرب هذا نطخ الكلاب ممنوع. معك حق، ولي ما بقول لك لا تطخنش، بس تظلك تاركن زي هيك في الكلاب مؤذية، مش كلها بس بعض الكلاب مؤذية، حتى اللي بتربيها بالبيوت. تون بصير حالات يعني هجوم، قبل فترة قريت طفل ميت تون وأمه أو أخته مجروحة مع بعضها، وقبل كم من شهر ثلاثة دخلوا المستشفى من المنطقة اللي ساكن فيها أنا من هجوم كلاب عليهم، والكلاب هاي تربى في البيوت. فما بالك الكلاب اللي مش مربية بالبيوت، اللي مطلوقة بالسهول وجوعانة وبتعمل عصابات وجماعات، لأنه الكلاب بيشتغلن مع بعض، يعني بتلاقيهن 10-12 كلب مع بعض. لاقي لهن حل يا أخي، ما بدك تطخن معاك أنا لا تطخنش، بس لاقي لهن حل. يا بتعالجهن طبيا مشان ما يتكاثرنش، لا تضحك يا زلمة هذا حكي صحيح بس بقول لك كلف مصاري، أو بتأخذهن على ملاجئ خاصة وطعميهن واعتني فيهن. أما تتركن هيك مش كويس، مش كويس منك. هاي المشكلة صارت بالأردن وبجوز بدول عربية غيرها. مثلا ننتقل لموضوع ثاني بعد قليل لما تزبط النار. المهم يا سيدي، خلاصة الحديث أنت حر، بدك تربي قطة ربي، بدكيش تربي لا تربيش. احنا بنقول لك وجهة نظرنا وبعض ما يقوله العلم وعلم الاجتماع والصحة بشكل عام. بالنسبة للكلاب الضالة اللي موجودة بالأردن أو بالدول العربية، واللي للأسف يعني بتهجم على بعض الناس أو على الأطفال، وفي منهم راحوا ضحايا. يا أخي الكريم، يا أخي المسؤول، يا بتشتغلها صح، لازم تشتغلها صح، أما مش ممنوع أساوي هيك وانت مش عامل إشي ثاني. ما هو بكلف يعني، يا أقول لك يا تعمل إيش معاهدات مع مش عارف مع مين. بدك تعمل معاهدات، بدك تلتزم، ما هي المعاهدات انعملت مشان حماية الحيوان. مزبوط؟ طيب احمي الحيوان بطريقة صح، واحمي الناس، احمي البشر من هذا الحيوان كمان. على كل حال، بريق الشاي تقريبا دقيقتين وبيصير يغلي غليانا ويرقص رقصا ويغني أغنية جميلة للحب وللمحبة وللسلام وللصحبة الجميلة وله الحفاظ على حياة الإنسان وللرفق بالحيوان بذات الوقت. ومنقولكم في نهاية الفيديو هذا، الله يخفف على أهلنا في سوريا والعراق وفلسطين واليمن وفي كل أنحاء الوطن العربي وكل البشرية والإنسانية جمعاء.
وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما نارات بسوء الفن.